أقول إخوتي الكرام، مالك أنه إلى الموطأ أنه سمع غير واحد من علمائهم، هذه من البلاغات أيضا، أنه سمع واحد غير واحد من علمائهم يقولون لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. يقول أبو عمر ابن عبد البر رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند، وفيه أحاديث صحاح، فيه أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء، أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار، لئلا يشتبه الفرض بالنفلة، ولا أذان لصلاة على الجنازة، ولا لصلاة الكسوف، ولا صلاة الاستسقاء، ولا في العيدين لمفارقة الصلوات المفروضات. معناه نقول أن من أن ما قارب شيء أخذ حكمه، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فإن صلاة العيدين تصلى جماعة كصلاة الجماعة ولا توقيت، وتقضى أيضا فشابهت صلاة الفرض، شابهت الفرض ولم تأخذ حكمه، لأن الأمر على التوقيف والتنصيص، فلم يبعث أحد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لصلاة العيدين ولا للكسوف، ولكن كان يقول في الكسوف والخسوف الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ولم يكن فيها الأذان ولا الإقامة، وصلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة، ومن فعل ذلك فيكون قد ابتدع في دين الله جل في علاه. وهذا هو قول مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباع من النظار والمحدثين، وهو قول أبي حنيفة الثوري وسائر الكوفيين، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول أبي ثور وداود والطبري، وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين. بنو أمية هم أول من يعني هم يقال أن عثمان أول من يعني قدم الصلاة الخطبة على الصلاة، وهذا كذب على عثمان، أول من فعل ذلك هم بنو أمية. مروان قدم الخطبة على الصلاة حتى قام له أبو سعيد الخدري وأنكر عليه. نعم. وقد ورد قال مصنف حدثنا الخلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن محمد ابن أحمد ابن محمد البغدادي المفيد قال حدثنا أحمد بن محمد ابن أحمد الوسطي قال حدثنا عمي علي بن أحمد وأبي محمد أحمد ابن أحمد قال حدثنا محمد بن صبيح الموصلي قال حدثنا عبد الله بن خراش ابن حوشب قال حدثنا واسط ابن الحارث عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وبدأ الصلاة قبل الخطبة. وحديث جابر له طرق شتى، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر جاءت روايات كثيرة وذكرناها في بابها. وقال المصنف حدثنا أحمد بن عمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة. والأثار كثيرة في هذا الباب، وعن ابن عباس وعن غيره أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيد، ومن السنة أيضا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها سنة قبلية ولا هناك سنة بعدية، وإن صلى على الجواز في هذا الباب. والسنة في ذلك كما قلنا التكبير كما قال الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام إلى المصلى يكون فيه التكبير، وهذا تذكير للناس، التكبير يعني تسميع لكل الأمة أو إسماع لكل الأمة، فيخرج فيصلي بهم العيدين. أما الكسوف والخسوف فقد سن لها أن يقول الصلاة جامعة حتى يجمع الناس عليها. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، الأصل في العبادات التوقيف، البدعة مخالفة السنة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.